علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العرش العظيم. كان مما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يدعى زهير بن أبي سلمة، عفوا يدعى بجير بن زهير بن أبي سلمة. هذا الرجل أبوه هو الشاعر الكبير الشهير من شعراء الجاهلية زهير بن أبي سلمة، وكان لزهير ولدان شاعران. خرجا يوما وقد سمعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء لفتح مكة، فخرجا يتسمعان الأخبار، فقال بجير لأخيه: انتظر هاهنا حتى أخرج إلى هذا الرجل فأسمع منه. ويصل بجير بن زهير بن أبي سلمى إلى المدينة بعد أن يرجع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، فيسمع منه فيتأثر بكلامه ويعلن إسلامه. ويعلن بجير إسلامه، فيتضايق أخوه، أيضا فعصر، فيتضايق أخوه. أخوه أكثر شاعرية منه، وهو كعب ابن زهير بن أبي سلمة. يتضايق أخوه فيبعث إليه بأشعار يذمه على أنه بمجرد أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام. ينشد هذه الأشعار أخاه فتبلغ أخاه وهو بالمدينة، يقول كعب بن زهير لأخيه بجير: من مبلغ عني بجيرا رسالة، فهل لك فيما قلت؟ ويحك هل لك؟ فبين لنا إن كنت لست بفاعل، على أي شيء غير ذلك دلك؟ وخالفت أسباب الهدى واتبعته؟ يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أخيه. خالفت يعني بأسباب الهدى ما كان عليه أبوه زهير بن أبي سلمة وغيرهم من أهل الجاهلية من عبادة الأصنام. يزعم كعب بن زهير في هذه الكلمات أن ما كانوا عليه هو أسباب الهدى، فيقول لأخيه: وخالفت أسباب الهدى واتبعته، على أي شيء ويب غيرك دلك؟ يعني على أي شيء من الخيرات دلك باتباعه؟ على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، على هذا اتبعته. سقاك أبو بكر بكأس روية، وأنهلك المأمور منها وعلك. سقاك أبو بكر بكأس روية، أي بكأس على مهل تشرب منها، لا يقصد الخمر، من الماء، وهو لا يقصد أيضا كل الشرب، لا الماء ولا الخمر، وإنما يقصد أن أبا بكر كان سببا في دخولك في الإسلام، ومن ثم أتبعه صاحبك يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أقنعك بدينه. سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمور، يريد بذلك ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مأمور ليس آمرا، إنما هو ذليل، وأنهلك المأمور منها وعلك. بجير تبلغه هذه الكلمات فيتأذى مما قال له أخوه، ويرسل إليه بكلمات فيقول له: يا أخي، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة قد جاءه الناس راغبا أو راهبا، وإنه قد قتل رجالا من الشعراء ممن ذموا دينه، وإنك قد ذممته وقلت فيه ما قلت، فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامك، فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا، أو فانجو إلى نجاتك.
اهرب. ويصل الكلام الى الى كعب بن زهير فيتضايق من هذا الكلام. ما يعجبه؟ لماذا اهرب؟ ما الذي فعلته؟ الذي فعله انه ذم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بمثل هذه الابيات التي ارسلها الى اخيه. خرج كعب بن زهير بعد ان علم انه فعلا ليس هناك مهرب من القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان كل او معظم اماكن العرب التي هم فيها قد ضاقت عليه الارض فيها بما رحبت، ويذهب الى اقوام من اصحابه فيطلب منهم ان يحموه، فيقول له او فيقولون له لا يحميك احد منا، ويخرج الى قوم اخرين فيطلب منهم ان يعينوه. ويطلب منهم ان يحموه ولا ينفع ذلك شيئا. قال فيضيق الامر عليه وتشتد عليه الخطوب وتسود الدنيا في عينيه، فلا يقع في قلبه الا راي واحد، وهو ان ياتي المدينه كما اشار عليه اخوه بجير، ثم يعلن اسلامه امام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وياتي المدينه متخفيا ويتستر، ثم يدخل على رجل كان صديقا له من جهينه او من مزينه من المسلمين الذين اقاموا بالمدينه، فيقول له أبلغني إلى صاحبك. فقال له إذا كان الفجر فإني أرشدك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقم إليه واعتذر منه. وهذا ما كان. قام كعب بن زهير عند الفجر بعد أن صلى المسلمون الفجر، قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسط يده إليه، ورسول الله لا يعرفه بعد، فسلم عليه فسلم عليه، فقال إن جاءك كعب بن زهير تائبا أتقبل منه؟ قال نعم. وكان متلثما فكشف اللثام عن وجهه وقال أنا كعب بن زهير. فقام إليه رجل من الأنصار فقال يا نبي الله إذن لي في أن أضرب عنقه؟ قال دعه عنه، فإنه قد جاءنا تائبا راغبا. فلما رأى هذا التعامل الحسن الطيب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشده قصيدته العصمة، تلك القصيدة التي سميت فيما بعد بالبردة، والتي هي أساس قصائد البردة التي نسج الشعراء على منوالها وعلى قريب منها. يقول كعب بن زهير رحمه الله ورضي عنه: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحل، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنها منهل بالراح معلول. عادة شعراء العرب منذ القديم أن يستفتحوا قصائدهم بمقدمة فيها شيء من التغزل، وقد ورد بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله من سعاد؟ فقال هي زوجتي يا نبي الله، يعني أنا لا أتغزل بنساء بالحرام والضلال، وإنما أذكر زوجتي. وقد قلنا أيضا إن هذا كان من عادة الشعراء، فإن لم يقصد به الشاعر امرأة معينة بذاتها وبنفسها يريد تشهيرا بها أو فضحها أمام الناس فلا حرج في ذلك. قال بعد هذا: فلا يغرنك ما منت ولا وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل،
وقال كل صديق كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول. لما خرج يطلب أن يعينه الناس وأن يخبئوه عندهم وأن يجيروه ويحموه، كل واحد منهم تبرأ منه بطريقة. يأتي إلى الأول فيقول لا دخل لي بك، يأتي إلى الثاني فيقول لا أستطيع أن أحميك، يأتي إلى الثالث فيقول إن محمدا فتح البلاد ولا أستطيع فعل شيء أمامك. يقول في ذلك: وقال كل صديق كنت آمله، أبتغي أن أجد عنده ملجأ، لا ألهينك، لا أشغلنك، إني عنك مشغول وأنا لا أستطيع أن أدافع عن نفسي، فاذهب فانظر إلى مكان تجلس فيه، لا ألهينك إني عنك مشغول. فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. دعوني سآتي إلى نصيبي. فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أنا أثرت أن آتي ببعض هذه الأبيات، والقصيدة طويلة لما فيها من حكم وعبر، وإن من الشعر لحكمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن أنثى، والناس جميعا أبناء الأنثى يعني لهم أمهات، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. هذه الآلة الحدباء كلنا يعرفها، هي نعش الميت، مهما بقي ومهما زاد ومهما عظم شأنه لا بد له من هذه النهاية. ثم يقول: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. أوعدني أي وعدني شرا. حينما تقول العرب أوعد أي بالشر، وعد أي بالخير. قال قائلهم: وإني إذا أوعدته أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. الإيعاد كما قلت بالشر. وإني إذا أوعدته أي بشر أو وعدته بالخير لمخلف إيعادي بالشر ومنجز موعدي بالخير. نبئت أن رسول الله أوعدني أي سيقتلني. لما بلغته هذه الأبيات أهدر دمه، وقد أشرنا إلى ذلك في موضعه بعد فتح مكة. قال: والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنك وإن كثرت في الأقاويل. لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما له يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. أعود فأقرأ البيتين الأخيرين. يقول عن نفسه: لا تأخذني بأقوال الوشاة، من يتكلم عني ويطعن فيه فلا تعاملني بكلامه. طبعا لا، رسول الله لن يعامله بكلامه، لكن هو الذي أساء إلى نفسه فهو يريد الاعتذار الآن. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولو كثرت في الأقاويل. لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل. إيه لو يسمع الفيل؟ ماذا يجري له؟ قال: لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. هل هناك أضخم من هذا الفيل؟ ليس هناك أضخم على ظهر الأرض من الحيوانات البرية الباقية إلى الآن. الفيل إذا بلغه التهديد من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتعد من خوفه على ضخامته وقوته. قال: حتى أنا كنت كشأن هذا الفيل بل أقل من، إذا كان هو يخاف فأنا من باب أولى أن أخاف. فوقع القلب الخوف في نفسي حتى ظللت أو وضعت يميني ما أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل. إذا قال ووعد فإنه ينفذ ما قال.
يشير بذلك إلى أنه جاء إلى رسول الله فوضع كفه في كفه، حتى وضعت يميني ما أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل، فلهو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول. أنت ستحاسب على الكلام الذي قلته في حق المسلمين. فلما قيل له فلهو أخوف عندي، أنا أخاف منه جدا، إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من ضيغم بضراء الأرض مخدره في بطن غثرة غيل دونه غيل. هذا بيت صعب الكلمات، كأنه يشير لو أن يعني الأسد في أجمته أراد أن يضرب ويضرب، فإنه لا يخاف كمثل ما وقع في قلبي من الخوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمضي إلى أن يقول ولا يزال بواديه أخو ثقة مدرج البز والدرسان مأكول، أو الدرسان مأكول، إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. ويسمعها رسول الله فيشير إلى أصحابه، أسمعتم؟ كما عند موسى بن عقبة في المغازي، أسمعتم ما يقول كعب بن زهير؟ إن الرسول لسيف، وفي لفظ لنور، إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل. يمدح الصحابة كأنهم يلبسون لباس الحرب الذي صنعه داود عليه السلام لما كان يصنع لباس الحرب. قال فلما فرغ من قصيدته خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بردته التي كان يلبسها فكساه إياها. كما قلت، ومن حينها سميت قصيدته تلك بقصيدة البردة، وتوارثها أبناؤه من بعده حتى بيعت لبعض الخلفاء بمبالغ كبيرة جدا. وبعض الناس أقول والله أعلم بهذا، وبعض الناس يقول إنها البردة التي لا تزال محتفظا بها إلى اليوم في المتحف الإسلامي في إسطنبول. أقول لعله، والله تعالى أعلم، فلا يجزم اللسان بمثل هذا إلا بعد تبحيث ودراية تاريخية. قال فكساه بردته وعفى عنه وسامحه. وقد نسج الشعراء من بعده على مثل هذه القصيدة، جاء من بعده شعراء كثيرون وسموا قصائدهم بالبردة على ما اشتغل عليه كعب رضي الله تعالى عنه كالبوصيري وغيره. كان أيضا من الوفود التي قدمت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد قبيلة عذرة، وعذرة هم قبيلة عربية شاركت أو حالفت الروم في يوم من الأيام ضد المسلمين، وأرسلت إليها يوما سرية ذات السلاسل التي قادها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في قصة سقناها في حينها. جاءوا اليوم في العام التاسع من الهجرة قبيلة عذرة تعلن إسلامها، فلما اقتربوا ودخلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم من القوم؟ من أنتم؟ فقالوا نحن من عذرة، نحن إخوة قصي لأمه، كنا معه لما أخرج خزاعة وأجلاها من الحرم. من قصي؟ هو أحد أجداد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يتحببون إلى رسول الله ويعتذرون إليه بتذكيره بأنهم ينتسبون إلى أو يتصاحبون مع قصي الذي كان أحد أجداده. أجدادنا كانوا أصحاب أجداده وأعانوه في إجلاء خزاعة التي كانت في الحرم، وأيضا قدمنا هذا في أوائل السيرة. فلما سمع منهم هذا الكلام رحب بهم وأنزلهم فدعاهم فأسلم. فلما أسلموا سألوه عن أشياء، قالوا يا نبي الله إنا نأتي كاهنة بأرضنا ف
فنسألها عن أشياء. عندهم كاهنة، والكاهنة والكاهن هو من يدعي المعرفة بالغيب، يقول سيحدث يوم كذا كذا، سيكون العام المقبل عام خير أو عام شر وما إلى ذلك. هذا هو الكاهن، وكان عندهم كاهنة امرأة، فقالوا إنا نأتيها فنسألها، فقال لا تأتوا الكهان نهائيا، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فقالوا يا نبي الله إنا نذبح ذبائح ونذكر عليها ما اعتدناه في جاهليتنا، يعني يذكرون غير اسم الله عليها، يذكرون اسم الآلهة والأصنام التي كانوا يتعبدون لها، فنهاهم عنها وعلمهم وأشار إليهم إلى أنه لا يذبح إلا لله، وكلنا يعلم أنه يجب عند الذبح التسمية عند جمهور الفقهاء، أن أقول قبل الذبح بسم الله، هذا اعتياضاً عما اعتاده غير المسلمين من أيام الجاهلية، وكذا في أيامنا من غير المسلمين من نصارى أو غيرهم أن يذكروا اسم آلهتهم عند الذبائح، فالمسلمون يذبحون على اسم الله عز وجل. ولا بأس أن أنوه إلى مسألة كثير من الناس لا يتفطن لها، وبخاصة عندما يذبح ذبيحة للصدقة كمثل أيام الأضاحي وغيرها. معظم القصابين حينما يذبح يقول له كبر كبر، يكبر الله أكبر. جمهور الفقهاء يقول لا يكفي هذا. قال ماذا يقول؟ بسم الله قبل لفظة الله أكبر، بسم الله بعدها إن شاء أن يضيف الله أكبر فلا حرج، أما أن يقتصر على الله أكبر فقط بدون التسمية، بعض أهل العلم قال هذه الذبيحة لا تكمل. سبحان الله، يعني هذا تقصير. وللأسف معظم بلاد المسلمين من يشتغلون بالذبح بذبائحهم في ضحاياهم وغيرها ليسوا أناسا ذوي دين للأسف، وهذه مسألة عجيبة. حدثني بعض الناس عن اليهود في بلاد أوروبا، قالوا لهم أماكن محددة يذبحون فيها، ولا يذبحون إلا بإشراف حاخاماتهم ليذكروا عليها ما يأمرهم به دينهم. أما نحن فذبائحنا وضحايانا الآن الفروج ما إلى ذلك ما أحد يهتم أبدا، ومعظم للأسف هذا مؤسف ولكنه واقع، معظم من يشتغل بالجزارة أو القصابة لا يلقي للدين بالا أصلا، ولعله يشتم الدين ليل نهار. الأعجب من ذلك كثير من القصابين الذين كانوا يذهبون إلى الحج يكفرون وهم في عرفات. عجائب الدنيا، عجبا، كيف تؤكل ذبيحة إنسان يشتم الله تعالى؟ سبحان الله، سبحان الله. هذه مسألة يعني عموم المسلمين مقصرون فيها، الاهتمام بمسألة أن يكون الذي يذبح يذبح على اسم الله تعالى، وأن يكون فيه شيء من خشية الله تعالى حتى تكون هذه الذبيحة خيرا للناس جميعا. أسأل الله أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. الحمد لله رب العالمين.